فأطلقنا مرحلة أولى لفك الاختناقات، وأطلقنا مرحلة ثانية لفك الاختناقات، وكان جولات ميدانية للمحافظات وللمناطق سواء الطرفية أو الوسطية أو حتى مراكز الحمل، كان آخرها زيارة النجف 4 أيام. السيد الوزير بمحافظة النجف طبعا تنفيذا لتوجيه السيد رئيس الوزراء، رحنا جملة مشاريع كانت تستلزم تأهيل شبكات التوزيع، نصب محولات إضافية، استحداث مغذيات، نصب محطات متنقلة بمراكز الحمل، ونصب محولات أوتو في المحطات التحويلية حتى نزيد قدرة يعني الاستيعابية للشبكة، وقدرنا نشكل غرفة عمليات لكربلاء والنجف والرابل. هذا طبعا الخطة الطارئة التي هي ما زالت مستمرة لحين انتهاء الصيف. الحين أكو خطة استراتيجية اللي بيها مشاريع محطات حرارية 10,000 ميجاوات، مشاريع محطات دورة مركبة 4,000 ميجاوات، مشاريع طاقة شمسية قرابة 7,000 ميجاوات، مشاريع ربط كهربائي جزء منه دخل للعمل، الربط الكهربائي الأردني والتركي دخل للعمل، نهاية السنة راح يدخل الربط مع الخليج، عندنا ربط مع السعودية جاري تنفيذه، وعندنا ربط مع إيران فعال.